سمع جزائري اش قالت لدي تجي رفيق؟ سمع سكت انك دي تجي رفيق كل يوم يعاير المغاربه كل يوم يعاير ما خلى المغاربه ما خلى لي زاجان ما خلى القبائل ما خلى الناس بليده السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. جزائرية دخلت سطول عرض في قشيحة دي جي رفيق داك اللي ديما كيسب المغاربة. هذا كيسب ماشي ساركازم ولا هذا كيسب نيشان كيسب المغاربة ما عرفتش بينو بين المغاربة صاحبي وديما المراوك المراركة ما نكره المراركة نحب نعمري ما قلت نكره الجزائريين احتراماتي للجزائريين عزاز علينا كيضحكونا الواحد اللي كيضحكك صاحبي راه ما يمكنش تسبه راه كيضحكك على بركة الله. قبل ما نشوفوا الجزائرية اللي ردت على دي جي رفيق نشوفوا الفيديو اللي صيفطوا لنا اول فيديو. عليكم بالصحة نسوانا دابا هاد الشعب ما تسبوا هذا خصك تضحك الشعب اللي كيضحك معانا. هذا دابا النجم ميسي الجزائر هذا هو الشوشع شبيه قشيحة غير الشوشع كبر في الجزائر قشيحة مشى لفرنسا. انت عليكم بالصحة نسوانا مسكين حتى الهضرة الساعة ما كيهضرش كيهضرش مزيان مسكين ضحكة بابا زيد هذا بابا وضحك وضحك بابا الله يلا الجزائري نشوف اما نكونوا واقعيين دابا نهضروا سيريو شوية واش ما كاينش شي واحد عاقل فيكم باش يقول لنا حشومه بدا تضحكوا على السيد ناقص بحال هكا كتوهموه على انه نجم من نجوم كره القدم مسكين ويطيح ويدير شي حركات وانتم كتضحكوا من اجل انكم تضحكوا واش ما في اخباركمش انكم مرضى نفسانيين انكم كتضحكوا على بحال هذا جايبين هذا كتقول ليه انت نجم وكتضحكوا عليه وجايبين غارديان البعبع كتقول ليه انت كاسياس ديال الجول دي خيا انت هذا انت هذا وكتضحكوا عليه ما سلمش منكم حتى واحد الرجل كبير صاحب دكان كتدخلوا باش انكم تستفزوه يطيح وفي التالي كتضحكوا عليه واش ما تاكدتوا انكم مرضى نفسانيين والشعب كله داير كيفاش كيلعب هاد الشوش الشعب كله داير ومسكين ما عارفش حتى يكونترولي كره والشعب جاي لا جاي باش يستمتع بكره لا باش يشجع لا باش يضحك عليه واش فهمتوني اش بغي نوصل لكم حشومه حشومه شو كيضحكوا انا مع انكم تهلاو فيه بحال هكا تديوه هي كل شي حاجه تخلصوا ليه كدا تهلاو فيه ماديا لكن باش بدا تضحكوا عليه في جميع المقابع اجي باش نضحكوا لا تخليوا ليه كره والغارديان كيتصوتا بالعاني باش انك تضحك راه كاين 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 جبر الخواطر وكاين كاين كاين الاستهزاء جبر الخواطر واحد معاك ولا كتخليه كدا شجله وتصفق ليه كدا يعني كتخليه يفرح شويه يحس انه دار شي حاجه وكدا ولكن ماشي من اجل انك تردو بحال شي كلون هنا بدا تضحك عليه لا دوزو الفيديو اخر فاطمه انا معجبه بلبس عطو نضحك عليهم هادو كاملين يا كاملين مكمولين هادو واخا العقل ناقص بلبستك يا فاطمه وبلبستك يا سوزان وبلبستك يا اريج شكرا هذا شو اسمه بالجزائري؟ الكراكو الجزائري الكراكو الكراكو الجزائري بس انا الاحظ ان هذا من الطراز التركي صح؟ التركي ضربات هلا الطراز التركي اذا واش من الجزائري؟ سمع سمع تلفات الجزائريه بصح يعني بصح يعني بصح كتفكر اش تقول ولا جزائري ولا جزائري الخنشالة الجزائر هما اللي يعني بدعوا فيه بعدين اش بدعوا فيه اش بدعت كون كتبدعوا كون درتوا حاجه ديالكم كون كتعرفوا تبدعوا كون درتوا حاجه ديالكم ما تخنشلوش ديال تركيا درك ما تسيبي هذا اللبس في تركيا بصح الاول هي حكم العثماني قبل العثماني هما حكموا في الجزائر تقريبا ثلاث قرون يعني ودي صدقة عاودوا ماشي ابداع عاودوا هما حكموا في الجزائر داكشي شازينا اليوم
ولما دخلوا على الجزائر مش دخلوا كأعداء، دخلوا كأصدقاء. أيوة. لذا تأثرنا كثير من اش دخلت دابا دخلوا كي عايز كسولتك على الكراكوز تقتي الأعداء وأصدقاء في اللباس في اللباس في الأكل في كل شيء. هذا اللبس انتم تلبسونه في العيد في العيد كل المواسم الفرح يعني جبتين راقي راقي. يسلمك يسلمك مبروك عليك يسلمك وانتي محلية الهوية منين جاك أنا منين جاك الهوية منين جاك أنا منين جاك يعني الأغنية التي زعزعت الجزائريين ولاو بدلوها وقالوا لك ماشي هكاك اللي كنا كانت كتغنى غير قال لك غير المغاربة اللي بدلوا تجمعوا حوايجكم دوز الفيديو آخر. أنا ذاك التونسي اللي سلخ اليوم المدرب بالماضي جابوه باش الصحفي باش يهدأ الأمور. شفت اللعب التونسي حشومة مدرب يسب اللعب اسمع العبدي صارت يعني منوشة تدخل في إطار الروح الرياضية. كانت هناك جرينتا، كانت هناك بحث عن الفوز، كنت تبحثوا على الانتصار، وبالتالي ربما حتى نضع المشاهدين التيليسبيكتاتور الجريان ما حدث بينك وبين بالماضي حتى تتوضح لنا الأمور. يعني حبيت نوضح في النقطة هذه. نحب أول حال تقسموا بالله ما يصلح الجزائريين غير توانسة ديريكت اللي ظهر بالرسمي ديريكت كما تدينوا تدروا كيسمروا ويرصوا كون احنا بدا يتبوم. اسمع اسمع اللي احنا الشعب واحد في نحب نقول اسمع ودا غادي يقصد ليه ديريكت. اسمع الكوتش بالماضي اليوم اللي صار عيب مدرب يسب يسب نو 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 مدرب يسب راسبو بالماضي يا صح راسبو ربما حتى لازم يكون في الماضي حاضر كذلك باش نهضروا نحب نوضح النقطة ما بغاش يخلي الجزائريه لازم يكون المدرب جمال بالماضي حاضر حتى المدرب جمال بالماضي نحترموه معليش معليش يعني معليش عيب عيب اللي صار اليوم معليش يا جمهور علاش ما درتوش الضجه على هذه وكل المغربي غير نطق بشي هضره كنا الجزائر كامله بدات تبلبل توانسه والمصريين هما اللي كيعرفوا ليكم كيضربوك الفوق الراس كتعاود تسمر وترصى. دوزوا الفيديو اخر في الخضر والفواكه المروك والله يا خوتي المروك تبعث في الخضر والفواكه للروس ما قلتيش حاجه هو اللي بيقول احنا الخدمه ديالك حنا كنخدموه ما كنهضروش كنخليو الناس هما اللي يكتشفوا الخدمه ديالنا والنتائج كتعطي يتبون الشيطان دين الرب بهدلت بينا يا بهدلت بينا بهدلت بربنا بهدلت بينا شكون يقول واش يقول شنو علاقات روسيا ما تسمعش بربنا خلاص انت ايام دايرينك باش جيت باش تشري باش السلاح اللي هبط وتعاود ترجع ربهم مسحقينه راح يضربوا به اوكرانيا النشيد الوطني يا طهاري اليوم تشوفوا النشيد الوطني يا مقلب الدنيا صوت ندوز الفيديو اخر. سمع الجزائري اش قالت لدي تجي رافيق سمع سكت انك تجي تجي رافيق كل يوم يعاير المغاربه كل يوم يعاير ما خلى المغاربه ما خلى لي زاجان ما خلى القبائل ما خلى الناس بليده ومالك عرق راهي ساطر في راسك راك باغي تقرقجنا راسنا ولا ما فهمتش عطاتو القاسح بلا راهي شاده قلبك الاكسجين عادي يخص تضرب البومبا باش نجم تهضر الله يشافيك هاي واحد ما يتستفاش على المرض مي كمام واحد تاني في المرض كاع هكا ما يبغيش يخلي العباد ما يبغيش يخلي خويا قلت له واخا انت مريض هكاك ما بغيتيش تخلي الناس ولا خواتي تاه لا اله الا الله قرقشنا راسنا خويا غير نشوفوا لي لايف ولا واحد يطوح لك في البروفيل تاعك في لي بور توا غير لي ماروكان بزاف راه كيعيق هو كيسب صاحبي ما نكره المروك انا ما نهضرش مع المرار كان كره مالك صاحب واش شي مروكي دار لك شي حاجه ولا كذا ما تحكمش على المغاربه كاملين ماروكان ولي زالجيران يعايروا في التيك توك سي با الناس تاع الشعب حنايا تاع الشعب رانا بعضنا بعض دابا واحد القضيه خصنا نفهموها فاش كتجي للجانب ديال الجزائريين كثر اللي كيسبوا المغاربه راه سب وشتم شوف هذيك شوف داك صوفيا طالون ديك البقره ديالو اللي دايره لايف وجا مغربي مسكين قال لي هكذا تحيه للجزائر قالت لي لا ما نبينش بروكي معايا في اللايف شوف واش هذا اداب واش هذا احترام ما تلقاش عندنا حنا في المغاربه هكا احنا كنهضروا على الجزائر المحتوى ديالنا كنهضروا على محتوى كوميدي ساخر ولكن في نفس الوقت عمرنا ما قللنا الادب ديالنا ولا سبينا شي جزائري ولا شتمنا شي جزائري الضحكه حنا ضحكين مطلعين
ضحكوا النشاط. الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم وديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم. واعطيوا لي الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي لي انت القرار.